أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، ونستأنف مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى الريش. والنهاردة عندنا المحاضرة الثالثة في الكراش كورس regarding central nervous system sensory، وهي خاصة بالسنسوري ريسبتورز. ودي بإذن الله يا أولاد محاضرة يعني مش طويلة، تصورها هكذا ولكنها هامة، فنتوقع الله نبتدئ بالسنسوري ريسبتورز. طيب احنا في موضوع السنسوري ريسبتورز هنتكلم على السنسوري ريسبتورز في اربع نقاط: ديفينيشن والفانكشنز والكلاسيفيكيشنز، ولكن الأهم هو البروبرتيز نقطة الرابعة. يعني أول ثلاث نقط بيجوا سؤال إم إس كيو فقط، إنما النقطة الرابعة هي اللي بتبقى عندنا سؤال، بيجي أكثر من سؤال فيها حوالي ثلاث أسئلة تحليلي. فنتوقع عن تدع الريسبتورز نقاط الأربعة. النقطة الأولى الديفينيشن، ما هو تعريف الريسبتور؟ في الحقيقة تعريفين، ممكن تقول هو specialized structure يعني تركيب خاص، at the peripheral end of afferent، ده تعريف. طب ما هو peripheral end of afferent هو في نفسه ال peripheral end of dendrite of sensory neuron. يعني التعريفين اللي اقولك في المالتيبل تشويس صح، يبقى هو specialized structure، دي جملة مشتركة. يا اما تقولها at the peripheral end of afferent، يا اما at the dendritic end of sensory neuron، لان طبعا احنا عارفين الدندرايتس هي اللي بتحمل الاشارات العصبيه تور ذا نيرون، الاكسون اواي فروم ذا نيرون. طيب النقطه الثانيه الفانكشنز، فانكشنز اوف سنسوري ريسبتورز، ده ممكن تسال سؤال شفه وممكن تيجي مالتيبل تشويس. في اربع وظائف للسنسوري ريسبتورز. الوظيفه الاولى ان هما دي اكت از ديتكتورز. ليه؟ لان هما بيديتكت، عشان كده سموهم ديتكتورز، changes يا اما في الاكسترنال يا اما في الانترنال انفايرمنت، يعني تغيرات خارجيه او داخليه. طب تاني وظيفه، بيشتغلوا كترانسديوسرز يعني محول. ليه؟ لان الريسبتورز بيترانسفورم بيحولوا ال energy of the stimulus ايا كانت الى receptor potential، الى كهرباء. يعني ادي مثال، يعني الرودز والكونز بيحولوا الالكتروماجنتيك ويفز بتاعت اللايت لاكشن بوتنشال، للريسبتور بوتنشال كهرباء. خلاص الاوديتوري ريسبتورز هيحولوا الفايبريشن بتاعت الساوندز للريسبتور بوتنشال لكهرباء. الميكانو ريسبتور لما اضغط على ايدك هيحولوا البريشر اللي هو حاجه ميكانيكيه، طاقه ميكانيكيه، الى طاقه كهربائيه. يبقى هما بيحولوا what form of stimulus energy into electricity، هنسميها ريسبتور بوتنشال. ثالث وظيفه ان هما جينيريتورز. ليه؟ لان هما الريسبتور بوتنشال ده في النهايه هنشوف هيجينيريت، هيولد اكشن بوتنشالز. They have the power to generate action potentials. رابع وظيفة ودي أصعبهم، وعارف إن كثير من الزملاء الأصغر سنا بينسوها، إنها compressor، ودي وظيفة مهمة جدا. وأفهمها لك في عجالة وهنشرحها لاحقا. إن ممكن الستيمولس يزيد في قوته ملايين المرات. طيب يبقى عشان أحس الإحساس أقوى ملايين المرات، مفروض الريسبتورز يبعتوا عدد اكتر من الاكشن بوتنشال ملايين المرات. لا، هذا لا يحدث، ان الريسبتور ما يقدروش والنيرف فايبرز تطلع ملايين الاكشن بوتنشالز في الثانيه. فالحل ايه بقى؟ ان كل مره يزيد الاستيمولس يزودوا عدد الاكشن بوتنشال اللي رايح للنيرف سيستم عشان تحس الاستيمولس اقوى، بس بزياده مضغوطه. عند اجيب ان اكزامبل وهنشرحه لاحقا، يعني يزيد الاستيمولس 1000 مره، لازم نبعت اكشن بوتنشالز اكتر للنيرفوس سيستم، بس نزوده ثلاث مرات بس.
فاذا هما بيكمبرس بيضغطوا الزياده الرهيبه في قوه الاستيمولس لزياده مقبوله واسمع اللي بعدها وممكنه في عدد الاكشن تنشر في النيرف فايبرز. فدي الوظيفه الرابعه دي للاوائل اللي هي كومبريسور فانكشن. يبقى الفانكشنز اوف ريسبتورز اربعه: ديتكتورز دي ديتكت تشينجز اوتسايد اور انسايد في الاكسترنال او انترنال انفايرمنتس. ترانسدوسرز and they transform whatever energy of a stimulus into electricity اللي هو receptor potential. ثالث وظيفة generators and they generate action potentials. رابع وظيفة compressor لأنهم بيcompress a huge increase in the stimulus intensity إلى limited increase in the frequency of action potentials فبيcompress. طيب ننتقل للنقطة الثالثة وما زلنا زي ما بيقول يا أولاد دي أسئلة MQ بس. يقول لك classifications of sensory receptors. خد بالك أنا مركز على كلمة sensory عشان في بعض ناس بتلخبط في receptors في السيل ممبرين. احنا النهاردة بنتكلم على sensory receptors مش receptors في المطلق. فالclassification of receptors بتبقى كالآتي: عندنا we have five types of receptors. خمس أنواع من receptors. وبحب علمتوك يا ولاد ان احنا نتدرج من المين تايتلز الى التفصيلات، يعني ما نبداش بعنوان ونبتدي نشرح التفاصيل، لازم نبقى شايفين الصوره جلوبالي متكامله. من الاول نعرف في كام نوع ريسبتورز؟ في خمسه. طبعا طريقه لطيفه عشان تفتكرهم. ثلاثه اسمهم واضح جدا بينم عن نوع المؤثر. ميكانو ريسبتورز بتتاثر بميكانيكال ستيمولاي، ثيرمو ريسبتورز بثيرمال ستيمولاي، كيمو ريسبتورز بكيميكال ستيمولاي. يبقى اول ثلاثه ميكانو ثيرمو كيمو ريسبتورز. طب الاثنين اللي بعد كده لا، بس تبقى فاهم الاسم. فوتو ريسبتورز يبقى بيتاثروا بالضوء اللي هو الجزء المرئي من الالكتروماجنتيك ويفز، ما هو اللايت ده اللي هو الفيزيبل بورشن اوف الكتروماجنتيك ويفز. ونعني بيهم مين اللي هيتاثر بالضوء؟ الريسبتورز بتاعت الفيجن بتاعت الاي اللي هم الرودز والكونز. خلاص دي ديتكت لايت. طيب اللي بعدها اصعب، حتى شوف انا مغير لك الالوان، اول ثلاثه سهلين باللون الاسود، الاثنين اللي بعديهم اصعب شويه باللون الازرق. نوسي سيبتورز اللي هم نوسي في يعني نوشس يعني مؤثر مؤلم. خلاص يبقى اتفهم، يبقى دول البين ريسبتورز اللي هم الفري نيرف اندنجز اللي هم بيديتكت البين. فاما يسالك في الشفوي ايه انواع ريسبتورز تعرفها؟ ميكانو كيمو ثيرمو، وبعدين عندنا فوتو ريسبتورز النوسي سيبتورز. طيب نتكلم تفصيليا بقى. ميكانو ريسبتورز دلوقتي اللي هم قلنا بيستجيب للميكانيكال ستيمولاي. الميكانيكال ستيمولاي حفظتها لاجيال بطريقه سهله جدا: يا لمسه يا حركه. لمسه او حركه. اللمسه هتديك ثلاث احساسات، لو لمسه خفيفه هتديك تاتش او نسميها لايت بريشر، طب لمسه قويه هتديك ديب بريشر او بريشر متكرره تدي فايبريشن. يبقى تفكرهم، يبقى اللمسه دي هتبقى حاجه من ثلاثه: يا لايت تاتش يا ديب تاتش يا فايبريشن. لكن ممكن ميكانيكال ستيمولس يبقى حركه. يعني ايه؟ بس انا هعملها لحضرتك، بمعنى يعني ما ينفعش واحد يعملها الروح. تخيل دي ايدك انت وانا اللي بعمل التجربه، اقول لك غمض عينيك، هتغمض عينيك، صباعك فين؟ تقول لي فوق. صباعك فين؟ فوق. فين؟ تحت. ده اسمه السنس اوف بوزيشن. حتى وانت قاعد كده بتسمعني لو غمضت عينيك حاسس رجليك وايديك درجة الانثناء فيهم، يبقى ده سنس بوزيشن. طيب هاجي برضو كاكزامينر امسك صباع المريض واقول له انت غمض عينيك قول لي صباعك ثابت ولا بيتحرك؟ يقول لي ثابت. طب ودلوقتي بيتحرك، يبقى ده اسمه سنس اوف موفمنت. طيب هاجي اسال المريض سؤال ثالث، صباعك بيتحرك، الحركة دي اسرع ولا الحركة الثانية هي اللي اسرع؟ هيقول لي الحركة التانية أسرع. يبقى الحركة فيها ثلاث حاجات: position movements
وريت اوف موفمنتس، يعني في موفمنتس وفي ريت اوف موفمنتس. يبقى الميكانيكال ريسبتورز بتستجيب لل، بقولها يعني بطريقه سهله بعربياتنا، يا لمسه يا حركه. واللمسه لايت تاتش ديب تاتش اللي هو البريشر او فايبريشن، والحركه قلنا سنس بوزيشن موفمنتس والريت اوف موفمنتس. نرجع ناخد طب ايه انواع الريسبتور دي، عشان دي بقى هي دي الصعبه. في عندي الميركلز سيلز والرافيني كورباسلز، الاثنين دول بيستجيبوا للسستين بريشر، البريشر الدائم، بينما المايسنرز كورباسل والباسينيان كورباسل، وخد بالك بقى اهم سؤال في الام اس كيو، هما الاثنين بيستجيبا للبريشر المتكرر اللي هو الفايبريشن. لما تحط فايبريتنج تونينج فورك شوكه رنانه على ايدك بتقدر تعرف ان في فايبريشنز. بس فين السؤال هنا بقى؟ ان المايسنرز تستجيب للسلو فايبريشن زي ما هنقول، انما الباسينيان كورباسل للفاست فايبريشن، يعني لحد 500 ذبذبه في الشوكه الرنانه في الثانيه. فده السؤال. يبقى هما الاثنين مين الريسبتورز والفايبريشن، ده سؤال في الام اس كيو مهم، اللي هو البريشر المتكرر، المايسنرز والباسينيان. بس الباسينيان هي فاست فايبريشن، انما المايسنر سلو فايبريشن. طيب المايسنر تستجيب كمان للتشينج ان تكتشر، تكتشر يعني اللي هو الماده نفسها، زي ما مثلا تمشي ايدك على صوف على قطيفة، اهو ده التكتشر ماتيريال، نوع الخامة اللي معمول منها، تغير في الخامة. اما الباسينيان كورباسل بتستجيب للديب بريشر. يبقى دول اللي هما بيستجيبوا للمسة. نيجي الحركة بقى، ما احنا قلنا ان الميكانو ريسبتورز فيهم سب تايبس بتوع الحركة يسموهم بروبريو سيبتورز. يبقى البروبريو سيبتورز هما ميكانو ريسبتورز، سب تايب من الميكانو ريسبتور، بيقولوا لك البوزيشن افتكرهم ثلاثة، والموفمنتس وريت اوف موفمنتس. يبقى اللمسة فيها ثلاثة، لايت تاتش ديب تاتش اللي هو بريشر وفايبريشن. طب والحركة ثلاثة اللي هم بتوع يسموهم ايه بقى؟ البروبريوسبتورز، والاحساس نفسه يسموه بروبريوسبشن، اللي هو افتكرهم ثلاثة برضه، بوزيشن وموفمنتس وريت اوف موفمنتس. مين هما بقى البروبريسبتورز؟ الاكزامبلز موجودين في الماسلز في التندونز في الجوينتس، زي الماسل سبندل زي الجولجي تندون اورجان. لكن فين السؤال؟ وتملي بكتبه لك باللون الاحمر، يبقى الحتت الاحمر دي فيها سؤال ام اس كيو. الفيستيبولار ريسبتورز اللي موجوده في الاذن الداخليه الانر اير، النون اوديتوري اللا سمعيه اللي هم يسموها الفيستيبولار اير. خلاص؟ طيب دي يا اولاد الفيستيبولار ريسبتورز دي بتستجيب لل، بتعرف منها البوزيشن والموفمنتس الفيستيبولار ريسبتورز. ده ايفن عاوز اقول لكم حاجه، الاوديتوري لابيرنس اللي هي الاذن السمعيه مش بقى اللا سمعيه، تعتبر ميكانو ريسبتورز برضه، لان الصوت ده عباره عن فايبريشن. فدي اسئله صعبه. يعني الودن دي نوع الريسبتور اللي فيها بشقيها، سواء سمعيه زي الكوكليا اللي بتجيب اصوات، او نون اوديتوري زي الفيستيبيول اللي بيقول لك البوزيشن والموفمنتس، ده نوع من انواع الميكانو ريسبتورز. طيب ننتقل للثيرمو ريسبتور، مش عاوز اشرحها. الثيرمو ريسبتور اللي هي بتستجيب للكولد والوارم. كيمو ريسبتور بتستجيب لل اي تغير كيميائي، خدنا بريفرال كيمو ريسبتور، سنترال كيمو ريسبتور، دول كانوا بيستجيبوا البريشر اوف اوكسجين وكربون دايكسيد والهيدروجين. لكن ما تنساش عشان في الام اس كيو الاوزمو ريسبتور دول كيمو ريسبتور. طب مين الاصعب؟ الالفاكشن والتيست ريسبتور، الشم والتذوق الريسبتور بتاعتهم، التيست بادز بتاعت التيست والالفاكتوري سيلز بتاعت الالفاكشن. دول بيجيب لك سؤال ام اس كيو، دول كيمو ريسبتورز، لان الحاجات اللي بنتذوقها وبنشمها هي في الاصل حاجات ميكانيكيه. طيب نيجي لل فوتوريسبتورز، بيستجيبوا للالكتروماجنتيك ويفز اللي قلنا الجزء المرئي، المرئي في الالكتروماجنتيك ويف هو ده اللي بنسميه اللايت اللي بتشوفه. طب ما بتشوفش كل الالكتروماجنتيك ويف، ويفز انت بتشوف جزء صغير منه.
جزء قليل منه بالرادز والكونز، ده الفوتو ريسبتور. طب النوسي سيبتورز اللي هم مؤثرات الالم، وخد بالك بقى ايه اهم معلومه هنا، ان هم ما هماش سبيشالايز ستراكشر، هم جاست فري نيرف اندينجز. ليه؟ لان هم بيستجيبوا يا اولاد للدامج، يعني اكشوال الحاجه اللي بتعمل لهم ستيميليشن بتعمل لهم دامج. يبقى فكر فيه، يبقى لازم ربنا يعمل لنا ريسبتور هيستجيب لما يحصل له دامج، يبقى لازم يبقى ايزلي ريكفرد ايزلي ريجينريتد. فما فيش اسهل من فري نيرف اندينجز. فدي واحد من اهم الاسئله، ان النوسي ريسبتورز هم الفري نيرف اندينجز، ودي بتديتكت البين. ودول بقى اوريدي اربع انواع. ميكانيكال نوسي ريسبتور، يعني بيستجيبوا المؤثرات المؤلمه الميكانيكيه زي السترونج بريشر. انا ممكن اضغط عليك قوي، اسلم عليك واضغط على ايدك اقول اي اي اي، يبقى انت ده مين اللي اشتغل؟ الميكانيكال نوسي ريسبتور. ممكن ثيرمال نوسي ريسبتورز بيستجيبوا الاكستريمز اوف تمبرتشر، يعني في بعض التكست يقول لك فوق 45 تحس مش هوت بين، السخونه مؤلمه. هو في تكست بوكس اخرى بيكتبوها 47. انا قلت يا اولاد خدوا الرقم اللي عندكم، ده يسموه حتى الثريشولد اوف بين. يعني ساعات اسالك في الشفوي مين هو الثريشولد اوف بين، تقول 45 ديجريز سنتيجريد، وبعض الكتب يكتبوها 47 ديجريز سنتيجريد، او مع السيفير كولد في بعض الكتب يكتبوها تحت 10 وبعضها يكتبوها تحت 5 درجه حراره، بتبقى مش مجرد بردان، متالم. يبقى ده اسمه اللي هو ثيرمال نوسي سيبتورز. في كيميكالي سنسيتيف نوسي سيبتورز، يعني مؤثرات الم تستجيب للحاجات الكيميائيه، زي بقى ده دي مهمه قوي في الامسكيو، زي البراديكينين والهيستامين، المواد دي بتعمل الم. واقول لك عشان ما تنساش، البراديكينين هي اكثرهم الاما. كانوا زمان في يعني ما كان بيسمح بالتعذيب، ومش عاوزين لجان حقوق الانسان تتكلم على ان حصل تعذيب، فالمخابرات لدوله معينه تمسك الشخص عاوزه تألمه وتخليه يتألم عشان يعني وهما بيستجوبوه يتكلم. طب ما لو ضربوه بقى في كدمات وسجعات، هقول ان هما تم تعذيبه، فيروحوا حاقنين تحت الجلد براديكينين يعمل له سيفير بين. بس هنا بيستيميليت مين بقى؟ الكيميكال سنسيف نوسي سيبتورز، وزيها الهستامين، وزيها الالم بتاع الحموضه في المعده يا اولاد، الهاي اسيتي، الواحد بيبقى حاسس بالم واي ايريتنت بتعمل. رابع نوع في النوسي سيبتور الاخير اسمه بولي مودال، اللي هو بولي يعني متعدد، يعني بيستجيب لاكثر من نوع، لكومبينيشن من المؤثرات المؤلمه. وهنا في سؤال امسكيو مهم قوي يا اولاد، الايتشنج اللي هو الواحد عاوز يهرش يعمل سكراتش، والتيكلينج، تيكلينج اللي هو احساس موفينج اوف ان انسكت، لما تحس كده حاجه زي يعني بنسميها ايه، زغزغه مثلا، يعني ممكن تنفع كده انما هي احساس حشره ماشيه عليك، ده يسموه تيكلينج. دول الريسبتور دي سؤال ام اس كيو يعتبر بين ريسبتورز. يبقى ده الكلاسيفيكيشن ريسبتورز، يبقى خمسه فاكرينهم، ميكانو ثيرمو كيمو دول السهلين، وبعدين الكلمة اللي هي فوتو ريسبتور ونوسي ريسبتورز. ولا تنسى ان انا شرحت اول واحدة واخر واحدة. فالميكانو ريسبتورز قلت بيستجيبوا الحركة اللي هي او لمسة، لمسة لايت تاتش ديب تاتش فايبريشن، حركة بوزيشن موفمنتس ريت اوف موفمنتس. وما تنساش الاسئلة، هعيد بس الاسئلة اللي مهمة فيها، ايه الفرق بين المايسنرز كورباسل والباسينيان كورباسل؟ المايسنر بتدي السلو فايبريشن، الباسينيوم بتدي الفاست فايبريشن. طب وما تنساش انه الفيستيبولار ريسبتورز اللي موجوده في الود دي بتعتبر نوع من انواع البروبريسبتورز، لانها بتقول لك سنس بوزيشن سنس موفمنتس. ولا تنسى ان بتوع الكوكليا اللي هو الاوديتوري لابيرنث، الاذن الداخليه السمعيه، ده برضه يعتبروا ميكانو ريسبتور، مش بروبريسبتورز بس ميكانو ريسبتور. والنوسي سيبتورز اللي هو النوع الاخير قلنا ان في اربع انواع، ميكانيكال وثيرمال وكيميكال سنسيف نوسي سيبتورز. وقلت الكيميكال سنسيف نوسي سيبتور دي بتستجيب للبراديكينين، ما تنساش في الام اس كيو الهستامين والهاي اسيتي والايريتنت. ولا تنسى ان الايتشنج اللي بتخليك عاوز تهرش، والتيكلينج اللي هو ريبيتد تاتش ستيميليشن كده مزعج،
خلاص بالانسكتس ده نوع من انواع سب تايبس من البين ريسبتورز. ننتقل للنقطة الرابعة والاهم في محاضرتنا النهاردة وهي يا اولاد البروبرتيز اوف ريسبتورز. الحقيقة الريسبتورز هاف جوت فور بروبرتيز، عندها اربع خصائص، ثلاثة فيهم بيجوا اسئلة نظرية من الاربعة. يعني احنا عندنا ريسبتور النهاردة اربع نقاط والبروبرتيز ساعتهم النقطة الرابعة اربعة. اول حاجة سبيسيفيستي تخصص، ان كل ريسبتور بيدي سبيسيفيك سنسيشن، بيدي احساس واحد بس، مفيش ريسبتور يدي احساسين والا كان يبقى التمييز محال. طب امتى احس ده وامتى احس ده اذا كان هو نفس الريسبتور؟ يعني حل المشكله زي ما بقولها الا تقوم المشكله، ان الريسبتور الواحد هقولها بعربياتنا اهو يعطي احساسا واحدا وان اختلف المؤثر. Each receptor gives rise to one sensation irrespective of the method of stimulation. مين اللي عرف الكلام ده؟ راجل اسمه مولر، اسمه بيتر مولر حتى، خلاص. وده كان في سنة 1835 وما زال قانونه من أهم القوانين اللي هو specific sensation. الريسبتور الواحد يعطي إحساسا واحدا وإن اختلف المؤثر. Each receptor gives rise to one sensation irrespective of the method of stimulation. وبدي مثال لطيف جدا يا ولاد. طيب انت الرودز والكونز تعمل لهم ستيميليشن بالكتروماجنتيك ستيميلس اللي هو اللايت، تشوف ضوء. طب لو عملت لهم ستيميليشن بميكانيكال ستيميلس بلو ابلاي تو ذا اي، ضربتك خبطتك لكمه في عينك برضه تشوف ضوء. واحد هنروح بعيد ليه؟ انا قلتها يا ولاد، احنا بنقولها في امثالنا، الناس في المثل بيتكلموا طب بيقول لك اوريك النجوم في عز الظهر. هوريها لك ازاي؟ الكمك في عينك يعمل استيميليشن لرودز وكونز، هما ما بيدوش غير احساس ضوء، هتشوف الدنيا نورت، تشوف النجوم في عز الظهر. ده كان المولرز لو او بيسموه اللو اوف سبيسيفيك نيرف انرجيز. يعني المولر ستيتمنت بتقول بيسموها اللو اوف سبيسيفيك نيرف انرجيز. نقولها تاني بقى بعربياتنا الأول، الريسبتور الواحد يعطي إحساسا واحدا وإن اختلف المؤثر. Each receptor gives rise to one sensation irrespective of the method of stimulation. طيب هنا أنا عايز أقول لك حاجة. طب استيل إحنا قلنا الرودز والكونز كان بي stimulated باللايت وكان بي stimulated by a blow applied to the eye mechanically، بس فيهم واحد نسميه السبيسيفيك ستيمولس اللي هو الادكويت ستيمولس. يعني هم مصنوعين اساسا لللايت مش عشان يتلقوا اللكمات. طب على اي اساس نقول ان اللايت هو الادكويت ستيمولس انما البلو ابلاي تو الاي دي ان ادكويت؟ انه الادكويت ستيمولس بيحتاجوا منه لاقل طاقه ليس انرجي عشان يحصل لهم ستيميليشن، انما اي ستيمولس اخر هيدي نفس الاحساس نفس الاحساس بس هتحتاج منه طاقه اكتر. يبقى في سبيسيفيك سنسيشن، ده المولرز لو، وهنا التخصص مطلق، الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا وان اختلف المؤثر. وفي سبيسيفيك ستيمولس، في ادكويت ستيمولس، بس هنا التخصص افتح ودنك نسبي. يعني هم احسن مع الالكتروماجنتيك، احسن مع الادكويت ستيمولس، يعني يحتاجوا من هذا الاستيمولس الى اقل قدر من الطاقه. هنا حته جديده عاوز اقولها يا اولاد. الكلام ده طبعا ليه كتبت مولر ده في سنه 1835 وبقولها بقى للزملاء الاصغر سنا يعرفوها كويس. الحقيقه ثبت ان التخصص المطلق ده، بس بليز ما تقولوهاش تفهموها بس، مش عند ريسبتور، ده بيبقى في السنتر في المركز. يعني المركز هو اللي عنده تخصص مطلق، اي كهرباء تجيله هيشوفها ضوء، سواء بعت الكهرباء دي عن طريق ضوء للريسبتور او عن طريق لكمه للريسبتور وصل للريسبتور، ده يديك احساس ضوء.
احكي لكم اعتبروها فقط معلومات العامة. هنا في راجل اسمه روجر سبيري عمل تجربة جميلة جدا عشان يثبت ان التخصص في الريسبتور، بس عايز تفهمها تفاصيلها. انه جيل الامفيبيانز اللي هو مثال ليهم الضفدع، في الضفدع الليفت اوبتيك نيرف بيروح دايركت للليفت هيمسفير ليفت فيجوال اريا والرايت للرايت، يعني احنا عندنا في كروسنج، لا في الضفادع مفيش كروسنج، الليفت يروح للليفت والرايت يروح للرايت. فعمل تجربه رائعه عشان يثبت ان الاكسبيرينس في الريسبتور، راح واخد العصب البصري الليفت وخلاه يروح للرايت سنتر والرايت خلاه يروح للليفت عشان يثبت ان الموضوع الاكسبيرينس في السنتر. قبل هذه العمليه كان الضفدع الليفت بيروح للليفت، فما يشوف لارج اوبجكت او يشوف انيمال جاي عليه من ناحيه الليفت، ما هو راح الليفت ريسبتور راح للليفت يروح جاري ناحيه الرايت. عارف حصل ايه بقى لما ركب الليفت، ركبه في الرايت والرايت في الليفت، عكس الموضوع. فبقى اما الصوره بتاعه الرايت تروح للليفت، هو المهم السنتر، فالسنتر الليفت يتصور الحاجه جايه من الليفت فيجري للرايت، مع ان حاجه جاله من الرايت. يعني تجربه رائعه عملها سبيري، اثبت بيها بالطريقه البسيطه دي ان الاكسبيرينس التخصص ده اساسا في السنتر مش في الريسبتور. الريسبتور الليفت متصل بالسنتر الليفت، فالعين الشمال شايفه الحاجه جايه من شمال بتودي للشمال، الشمال هو اللي بيقول لي جايه من الليفت فاجري ناحيه الرايت. لما شبكها بالعكس في السنتر المعاكس، الليفت شبكه في الرايت فراح راح ناحيه السنتر رايت، ظن الحيوان ده ملوش دعوه بالريسبتور، ادام راح للرايت يبقى ده جاي من الرايت راح جاري الليفت. وهو غلط. وطور هذه التجربه اللي بدأها في سنه 1945 لتجارب اخرى عرضتها برضه في محاضراتي الاساسيه في المحاضره رقم 15 في السنترال نيرف سيستم، وهي حاجات الطف من اللي قلته دلوقتي، وانتهت بانه حاز جائزه نوبل في سنه 1981 سبيري ده، انه التخصص اساسا مش في الريسبتور، في السنتر. في الضفدع السنتر الشمال متصل بالعين الشمال، يبقى لما يجيله الاكشن بوتنشال يقول اه الحاجه جايه شمال. لما يشبكها بالعكس بتاع الشمال في اليمين واليمين في الشمال، يتصور ادام وصلت الليفت اه ما بقاش راح الليفت راح للرايت سنتر، فالرايت سنتر يقول خلاص بس يبقى ده جاي من الرايت، مع ان اللي شايفاه العين الشمال الليفت، فيجري في الاتجاه الخطأ. فمولرز ده في سنه 1835، سبيري طورها في 1945 وعمل تجارب رائعه هنحكي عنها في المحاضره رقم 15 وخد جائزه نوبل. طيب يبقى دي كانت اول خاصيه من خصائص الاربعه اولاد، السبيسيفيستي التخصص. خلينا نرجع للكلام اللي هم بيعرفوا معظم الزملاء، سبيسيفيك سنسيشن وسبيسيفيك ستيمولس. سبيسيفيك سنسيشن اللي هي المولر لو، اللو اوف سبيسيفيك انرجيز، ايتش ريسبتور جيفز رايز تو وان سنسيشن irrespective of the method of stimulation. بينما الspecific stimulus اه يبقى هو ممكن يتأثر بأكثر من stimulus، لكن فيهم واحد هو الadequate stimulus. يعني ايه؟ يعني نحتاج منه الى less energy. طيب تاني خاصية أولاد اسمها excitability، دي بقى نظري مهم وتسأل، او receptor potential، كهربة الreceptor، او بيسموها جنريتور بوتنشال لانها بتجنريت ان اكشن بوتنشال. الميثود اوف ستادي ازاي بندرسها الاول؟ بندرسها في الباسينيان كورباسل، بنجيب 1 باسينيان كورباسل اهي كونكتد تو 1 افرين نير فايبرز. سؤال محدش هيسأله لك، هما ليه اختاروا لدراسة كهربة الريسبتور الباسينيان كورباسل؟ الإجابة لأنها اللارجست ريسبتور، أكبر ريسبتور
وعليه easily dissected، سهل نشرحها ونخرجها جوه الجسم ونعمل الدراسة بتاعتها، ليه نصعب على روحنا؟ فاخترنا ريسبتور كبير متصل بعصب تخين جروب A، ده ليه اخترناه؟ قبل ما نبتدي الدراسة نلاحظ له حاجتين، ان التيرمينال بارت من الافرنت امالينيتد، مفيش حواليه مالين شيز. طب تاني حاجة، ان الفيرست نود اوف رانفير موجودة انسايد ذا كورباسل. خلاص يبقى حاجتين، التيرمينال بارت امالينيتد والفيرست نود اوف رانفير انسايد ذا كورباسل. طيب ابتدي التجربة. قبل ما اعمل استيميليشن للباسينيان كان التيرمينال امالينيتد مش زي ما انا رسمه، كان في البولارايز ستيت، يعني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. تمام، نبتدي التجربه. احنا قلنا الباسينيان بتستجيب للفاست فايبريشن، سيبك من دي، لكن بتستجيب للديب بريشر، للبريشر. هو ده الاستيميليس اللي هنستخدمه. ما تنساش الباسينيان بحرف البي بتستجيب للبريشر بحرف البي. فهنعمل التجربه ومع شق مستعشق النظام. هن apply stimulus نمرة واحد بمايكرو جلاس رود، يعني قضيب ازاز صغير كده نضغط بيه على الباسينيان. خد بالك الكلام ده تحت الميكروسكوب يا اولاد، عشان يعني تبقى متخيل الكلام ده تحت الميكروسكوب. يبقى ستيب 1 عملت ستيميليشن، عملت ديب بريشر على الباسينيان، الباسينيان بتستجيب بريشر. ستيب 2 لقيت ان التيرمينال امالينيتد بارت حصل فيها state of localized partial depolarization. ركز دلوقتي في depolarization، حصل فيها depolarization بتتصف هنقولها بعد شوية انها localized يعني non-propagated، وانها partial يعني ما بتوصلش الفارج ليفل، مش ممكن يطلع action potential من terminal amalgamated part. وطبعا انت عارف depolarization ده سببه يا دخول صوديوم يا دخول كالسيوم. step 3 التيرمينال امالينيتد بارت فيها دي بولاريزيشن، يعني الاوتر سيرفيس نيجاتيف، نيجاتيفلي تشارج. احنا قلنا الفيرست نود اوف رانفير موجوده انسايد ذا كورباسل، اللي هي الاوتر سيرفيس بتاعها لسه في الريستنج ستيت يعني بوزيتيفلي تشارج. فجاوب انت نمره 3، نيجاتيف تشارجز على التيرمينال امالينيتد بارت لو ريسبتور بوتنشال جنبيها بوزيتيف تشارجز في الفيرست نود اوف رانفير، يحصل ايه؟ طالب قال لي النيجاتيف هي اتراكت البوزيتيف. من عجائب الخلق هيحصل لوكال سيركت انسايد ذا باسينيان كورباس، دي نمره 3. طب سؤال في الام اس كيو، لوكال سيركت دي باسيف ولا اكتيف؟ طالب قال لي طبعا باسيف، نيجاتيف يسحب بوزيتيف تشارجز يبقى وي الكتريكال جريدينت، يبقى ده مش سؤال في الام اس كيو ولكن هنجاوبه صح، طبعا باسيف. لما يسحب البوزيتيف يبقى الفيرست نود اوف رانفير هيحصل فيها دي بولاريزيشن. هنا بقى في فايرنج ليفل، في ثريشولد فاليو، لما يوصل فايرنج ليفل او ثريشولد فاليو هيدي اكشن بوتنشال. دي الخطوه الرابعه. حقيقه الامر يا اولاد ان الريسبتور بوتنشال ده بياخد مده، افتح ودنك، لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشال. يبقى هيطلع اكشن بوتنشال وهو لسه موجود، فيسحب البوزيتيف ثاني يطلع سكند اكشن بوتنشال وهو لسه موجود، يسحب البوزيتيف ثالث يطلع ثيرد اكشن بوتنشال اند فورث اند سو اون. يبقى عمره ما بيطلع، وهسمعها لك لان الطلبه بيقولوا بنفتكرها من السماء، عمر الريسبتور بوتنشال ما بيطلع سنجل اكشن بوتنشال، انما بيطلع ريبيتيتيف اكشن بوتنشالز، يسموها فولي اوف امبلسز، يسموها ترين زي القطر كده الاكسبريس ورا بعض، ترين اوف امبلسز. دي كانت الخطوات الاربعه يا اولاد. يبقى الخطوه الاولى هأبلاي ستيمولس للباسينيان، قلنا الباسينيان بتستجيب للبريشر، هنعمل بريشر بمايكرو جلاس رود. ستيب 2 ان التيرمينال امالينيتد بارت هيحصل فيها دي بولاريزيشن هنسميها ريسبتور بوتنشال. ستيب 3 النيجاتيف تشارجز هتاتراكت البوزيتيف تشارجز اللي على الفيرست نود اوف رانفير، فيحصل لوكال سيركت اللي هي في الام اس كيو باسيف. ستيب نمبر 4 ان هيحصل في الفيرست نود اوف رانفير دي بولاريزيشن، هنا في فايرنج ليفل ثريشولد فاليو هتدي ريبيتيتيف اكشن بوتنشلز او فولي اوف امبلسز او ترين اوف امبلس. طيب ايه العلاقه بين قوه الاستيمولس وقوه الريسبتور بوتنشال؟ كهربت الريسبتور
العلاقة. وقبل ما أقولها خد بالك ليه سموا ريسبتور جينيريتور، كان من ضمن وظائفه انه كان جينيريتور. وقلنا حتى ليه سموا ريسبتور بوتنشال جينيريتور بوتنشال، لانها الريسبتور بوتنشال بتجينيريت اكشن بوتنشال، فعشان كده سموها هي كهربته ريسبتور، فهي ريسبتور بوتنشال بتجينيريت اكشن بوتنشال فسموها جينيريتور بوتنشال. يبقى فاهم كل هذا الكلام وفهمت ايه الوظيفه بتاعت الريسبتور، قلنا انها جينيريتور. ايه العلاقه بين قوه الاستيميلس وريسبتور بوتنشال؟ طالب قال لي انا متوقع 100% الاستيميلس الاقوى يعطي كهرباء اقوى. طيب تعال نشوفها بقى في صوره كيرف هنا. يبقى كل ما زود الاستيميلس انتنسيتي هيزيد كهرباء الريسبتور اللي هي ريسبتور بوتنشال. الاول بتزيد رابيدلي ذن سلولي ذن ات ريتشز ا ماكسيمم. يبقى بنخلص من ذلك ان الريسبتور بوتنشال كان بيجريدد، يعني الانتنسيتي اوف ريسبتور بوتنشال، الانتنسيتي اوف امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال ديبندز على الانتنسيتي اوف الاستيمولس. بعدين انت قلت لما بتزود الاستيمولس بيزيد الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال في ثلاث مراحل، فيرست رابيدلي ذن سلولي ذن ات ريتشز ا ماكسيمم. هنا في رقمين احبك تحفظهم. طب امتى الريسبتور بوتنشال بيبتدي يطلع اكشن بوتنشالز؟ عند 10، ده الثريشولد فاليو 10 ملي فولت. طب وبيوصل ماكسيمم عند كام؟ عند 100 ملي فولت. حتى الاعداد لذيذه يا اولاد، 10 و100 يعني عددين حتى سهل تذكرهم 10 و100. طيب لكن خد بالك يعني عند 10 هيبتدي يطلع اكشن بوتنشلز، حتى انا رسمت هنا 2 على الاقل ليه؟ عشان انا قلت عمره ما هيطلع 1. وطبعا كل ما هيزيد قوته الريسبتور بوتنشال هيسحب البوزيتيف تشارجز اسرع فيطلع عدد اكتر من الاكشن بوتنشلز. يبقى هيزود الفريكوانسي، يعني كل ما نزيد هيزيد الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز. وده ليه؟ للطالب الذكي انه فاهم ان الاكشن بوتنشال يا اولاد ما اقدرش اغير فيه الامبليتيود. ليه؟ لان الاكشن بوتنشال بحرف الاي اللي سمعه محاضراتي في سنه اولى بيتبع قاعده الاي اولر دان لو، يعني يطلع بنفس قوه ما يطلعش. يبقى اذا ايه اللي اقدر اغيره فيه؟ ما اقدرش اغير قوته، انما اقدر اغير عدده الفريكوانسي والاكشن بوتنشالز. يبقى نقولها الجمله الرائعه اللي حفظتها الاجيال يا اولاد، كيف ان المؤثر الاقوى يعطي احساسا اقوى. ان المؤثر الاقوى لما زود الاستيمولس انتنسيتي بيزيد شيئان، الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال دي نمره واحد، والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال نمره اثنين. وعاوز يلتصق الكلمتان ببعضهما البعض. بقول لك قايس بتقولي ليلى، اما اقول لك ريسبتور بوتنشال تقولي امبليتيود، لانه كان بيجريدد. ايه اللي بيتغير في الريسبتور بوتنشال؟ الامبليتيود. لكن لما اقول لك اكشن بوتنشال تقول لي فريكوانسي، لان الامبليتيود ما بيتغيرش. يبقى ذا جريتر ذا ستيمولس انتنسيتي ذا مور ويل بي، افتح ودنك افتح ودنك، دي امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال اند ذا فريكوانسي اوف اكشن بوتنشالز. الاوائل يا اولاد بيجاوبوا اجابات متميزه، الواحد هو بيقعد بيسمعهم كده بيحس بمتعة ان الطالب ده مدقق. يبقى كيف المؤثر الاقوى يعطي احساسا اقوى؟ المؤثر الاقوى بيعطي بيزود الامبليتيود، امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال، وعليه يزيد الفريكوانسي، الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال، فيوصل المخ اشارات عصبية اكتر فتحس الاحساس اقوى. يبقى دي كانت الخطوات الاربعة، واحنا قلنا ده كراش كورس فمش هعيد كثير. يبقى اقول بس العناوين عشان تفتكر. ستيمولس ادى ريسبتور بوتنشال نمره 2، عمل باسيف لوكال سيركت نمره 3، طلع قولها صح ريبيتيتيف اكشن بوتنشالز فوليو اوف امبلسز ترين اوف امبلس. طب ايه البروبرتيز اوف ريسبتور بوتنشال؟ ده من اهم الاسئله. 6، 1 زي ما قلنا للاوائل هو دي بولاريزيشن، بس بيتميز بمميزتين، بانه لوكالايزد
لوكالايزد. ما انا قلت لكم معلومه جميله، مفيش حاجه يا اولاد بروباجيتد، مفيش كهربا بروباجيتد في الجسم غير الاكشن بوتنشلز. اكشن بوتنشال قلنا زي الفريك ما يحب الشريك، هو الكهرباء الوحيده اللي بتبقى بروباجيتد بتمشي، سموها نيرف امبلس او نيرف سيجنالز. اي كهرباء ثانيه اكسيتاتري بوتسيبتيك بوتنشال، انهيبيتري بوتسيبتيك بوتنشال، لوكال ريسبونس، الكتروتونس، اي كهرباء ثانيه مينيتشر اند بليت بوتنشال، ريسبتور بوتنشال، يبقى لوكالايز. قلت اللي ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على غيره. الاكشن بوتنشال هو الوحيد اللي بروباجيتد بوتنشال، اي حاجه ثانيه تبقى لوكالايز وتبقى بارشل، يعني ما لهاش فايرنج ليفل. لوكالايز لانها لان بروباجيتد، وما فيش فايرنج ليفل يطلع عنده كهرباء قويه يبقى بارشل، يبقى الاوائل يقولوا اتس لوكالايز بارشل ديبولاريزيشن. طيب نيجي يا اولاد نتذكر سنه اولى، كنت قلت لكم في سنه اولى معلومه جميله قوي هعيدها تاني، ان الاكشن الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال متفرد اهو، يا حاجات تانيه غير الاكشن بوتنشال، وما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. وقلت ان الاكشن بوتنشال بحرف الايه ينطبق عليه قاعده التريبل ايه، الاكشن بوتنشال بحرف الايه يتبع الاول اورنان لو بحرف الايه وعليه كانوت بي جريدد، ومعاه ابسولوت ريفاكتوري بيرو بحرف الايه برضو وعليه كانوت بي سميتد، تبقى حافظها سم. الاكشن بوتنشال بحرف الايه معاه اول اورنان لو بحرف الايه يبقى كانوت بي جريدد، مع ابسولوت ريفاكتوري بيرو فتره عدم استجابه يبقى كانوت بي سميتد، لان سميشن معناها تراكم الاستجابه، فكيف تتراكم الاستجابه وهناك فتره عدم استجابه مطلق، مفيش استجابه خالص، يبقى ازاي الاستجابه تتراكم ويبقى فيه سميشن؟ وقلت قولوها صح، اول اور نان يبقى مفيش جريدز، يبقى اول اور نان معناها كان نوت بي جريدد، انما ابسولوت ريفاكت بيرو معناها كان نوت بي سميتد، ما تحطليش دي مع دي، عاوز طالب فاهم. اول اور نان يبقى مفيش درجات، كان نوت بي جريدد، فتره عدم استجابه يبقى مفيش تراكم في الاستجابه، كان نوت بي سميتد. يبقى ده الثلاثة ايه بتوع اكشن بوتنشال، اول اور نان لو و ابسولوت ريفاكت بيرو. وحتى قلنا هي النقطة اللي عندها عاوز ايه الثالثة اللي بيفتح عندها اول صوديوم شانلز، اول صوديوم شانلز عند الفايرنج ليفل. اي كهرباء ثانية بقى، خدنا الاكسيتاتري بوتسيبتيك بوتنشال، انيبيتور بوتسيبتيك بوتنشال، النهارده بناخد ريسبتور بوتنشال، خدنا في سنة أولى الكتروتونس مينيتشر اند بليت بوتنشال لوكال ريسبونس، أي كهرباء ثانية مش اكشن بوتنشال اعكس. يبقى مفيش اول اور نان يبقى كان بي جريدد، مفيش ابسولوت افكت بيرود يبقى كان بي سميتد. يعني عاوز اعلمك جه سؤال مش مذاكر ومش مذاكر، اي كهرباء جات لك ماهياش اكشن بوتنشال اكتب الكلام ده هتاخد نص النمره وانت مش مذاكر حاجه. ان الاكشن بوتنشال بيبقى بروباجيتد، اي كهرباء ثانيه لوكالايزد نون بروباجيتد وبارشل. قواعد الاكشن بوتنشال اول اور نون لو وابسولوت افكت بيرود فكان نوت بي جريدد وكان نوت بي سميتد، اي كهرباء ثانيه does not obey all or none law يبقى can be graded not accompanied with absolute effective period يبقى can be submitted. تجميعات رائعه بيقولها لك العبد الله. ماي سيستم بحب الشموليه في الفهم، مش كل حاجه نحفظها لوحدها، والمعلومات تثبت بعضها البعض، مش تلخبط. يبقى هنا ده مش اكشن بوتنشال، يبقى مفيش all or none، مفيش absolute effective period، no all or none law يبقى graded، نو ابسولوت افكتيف بيرود يبقى كان بي سميتد، حتى واخدهم لك مع بعض. اربعه وخمسه واخدهم مع بعض. انه لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشال. لانه بياخد 5 تو 10 ملي سكندز. احنا كنا خدنا الاكشن بوتنشال من نص ل 2 ملي سكندز لو كنت فاكر. وعليه تديني النقطه اللي بعدها فزتهم مع بعض. انيشيتس ماني اكشن بوتنشالز. ما هو ده اطول من الاكشن بوتنشال يبقى هتدي ميني اكشن بوتنشلز، ريبيتد اكشن بوتنشل، فولي اوف امبلسز، ترين اوف امبلسز، حتى قلنا بتبتدي عن 10 ملي فولت ده الثريشولد، والماكسيمم امبلتيود بتاع الريسبتور بوتنشل اللي هي الحاجه الاخرانيه بقى 100 ملي فولت. يبقى ده الخواص السته. يبقى اول واحده لوحدها انها لوكالايز بارشال ديبولاريزيشن، وبعدين اثنين مع بعض جريدد وسميتد، واثنين تاني مع بعض اطول من الاكشن بوتنشال يبقى تدي ميني اكشن بوتنشلز، وبعدين اخر واحده ان الماكسيمم امبليتيود بتاعها 100 ملي فولت. وبعدين تقول الجمله الرائعه بقى انه
the greater the stimulus intensity, the more will be, يلا اربطها صح قيس ليلى, amplitude of receptor tension وعليه frequency of action potential. يبقى ايه العلاقة؟ الamplitude of receptor potential, الfrequency, frequency of action potentials are directly proportional to the stimulus intensity. وده اللي بيفسر ليه الاستيمولس الاقوى بنحسه اقوى. الانكريس في الاستيمولس انتنستي بقولها المره الخامسه اهو, انكريسز امبليتيود, امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال اند فريكوانسي, فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. يا سلام لو جاوبت سؤال الريسبتور بوتنشال او الجنريتور بوتنشال كده, لو في حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك. تقل الخاصيه الثالثه يا اولاد اللي هي الادابتيشن. Adaptation of receptor. طيب هنتكلم على الخاصية دي في ثلاثة نقاط. حب قوي التنظيم وصادق النقط وحافظين بعض احنا. دلوقتي لو انا اديت ستيمولس بقوة معينة اهي, يبقى الخط ده بيمثل قوة الستيمولس. طيب اللي خلاص انت قلت, يبقى هيطلع receptor potential بامبليتيود معين واكشن بوتنشلز بفريكوانسي معينه. احنا ضربت صح, بنربط الريسبتور بوتنشال بالامبليتيود, الاكشن بوتنشال بالفريكوانسي. يبقى ما تدي ستيمولس معين بقوه معينه يطلع اهو قوه معينه من الريسبتور بوتنشال وعدد معين من الاكشن بوتنشال. طب ايه رايك بقى لو ثبتت قوه الاستيمولس, لو الاستيمولس انتنسيتي از كيب كونستانت, اهي استيمولس ثابت اهو, حصل حاجة غريبة جدا, لقيت ان الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال بيحصل لها ديكلاين. يعني الريسبتور ثابت بس هما قوة الريسبتور بوتنشال وعدد الاكشن بوتنشال, حتى اقولها بالعربي صح, قوة الاكشن بوتنشال, قوة الريسبتور بوتنشال وعدد الاكشن بوتنشالز بيقل بيديكلاين. يبقى ما هو تعريف الادابتيشن؟ هقولها بقى بطريقات يا اولاد وبالسمع مش هتنساها. يبقى الادابتيشن هو الديكلاين, ديكلاين ديكلاين اوف ريسبتور بوتنشال امبليتيود, امبليتيود اند اكشن بوتنشال فريكوانسي, فريكوانسي. يبقى هو ده الادابتيشن ديسبايت كونستانت انتنسيتي اوف ستيمولس. يبقى ما هو تعريف الادابتيشن؟ It is the decline, decline, decline. شو بقولها ثلاث مرات عشان تثبت في مخك. يبقى هي في كلمة واحدة decline. لإيه؟ لشيء أي. قولها أنت بقى. Amplitude, amplitude of receptor potential and frequency, frequency of action potential despite constant intensity of a stimulus. طيب. نيجي للتايبس. بنقسم الريسبتورز حسب الريت اوف ادابتيشن, معدل ادابتيشن, الى ثلاث انواع. ريسبتورز بتادابت بسرعه جدا, يسموها رابيدلي ادابتنج ريسبتور. او السؤال بيجي في الام اس كيو ازاي بقى؟ فيزيك, فيزيا مرحله اشتغلوا شويه وبطلوا. فلان السؤال ما بيجيلكش رابيدلي ادابتنج, بيجيلك فيزيك ريسبتورز وهو يعني رابيدلي ادابتنج. طيب او سلولي ادابتنج ريسبتور تيجي بطريقة أصعب, سموها ستاتيك, ستاتيك يعني ثابت, قوة ثابتة تقريبا, تونيك يعني مستمر, وساعات يجيبها لك نون أدابتنج يعني مفيش أدابتيشن خالص. وفي بقى نوع ثالث ما بين الرابيدلي أدابتنج والسلولي أدابتنج, في مودريتلي أدابتنج. بس لا تنسى الرابيدلي بيجيبوها فيزيك, فيزيك, والسلولي بيجيبوها استاتيك أو تونيك ريسبتورز. طيب أنا مش عاوزك تحفظ يا ولاد, هو قال لك ان الريت اوف ادابتيشن, افتح ودنك, ديبندز على الامبورتنس اوف انفورميشن, على اهميه المعلومه. فنيجي في حاله البين مثلا, لما انا بحس, حط ايدي في النار احس بين, دي معلومه مهمه جدا لان لازم اسحب ايدي كنتيجه لحسن. لو انا حصل ادابتيشن للبين ريسبتورز, تكيفت مع النار مش حاسس, هسيب ايدي تحترق تنتهي. فهنا المعلومة مهمة. ليه؟ لان البين evokes protective reflexes, بيدفعك
الى ريفلكسز تحمي بيها نفسك، تسحب ايدك. فعشان كده هذا النوع من الريسبتور ده اشهر مثال. لما اقول لك اديني مثال واحد اللي سلولي او ستاتيك او تونيك تقول له بين ريسبتورز. لدرجه بعض الناس بيقولوا على البين ريسبتور نون ادابتنج، يعني كلمه سلولي ادابتنج او ستاتيك او تونيك لا تشفي غليله، نون ادابتنج. نيجي بقى الحاجات التانية صعبه بيجيبها لك بالعكس، يجيب لك الريسبتور ده ويقول لك نوعه ايه. فالميكانو ريسبتور الرفيني والميركلز سيلز، دول خدناهم بتوع اللمس، والبوزيشن اللي كان من ضمنهم المصل سبندل في المصلز، كل دول سلولي ادابتي. والبارو ريسبتورز، فاكر البارو ريسبتور اللي كانوا بيقيسوا الارتيه، بارو ريسبتور بيقيسوا الارتيه بلاد بريشر، مش مفروض يأدابت؟ الضغط عالي لازم وراه لحد ما ينقصوه، الضغط قليل وراه لحد ما يزودوه. والكيمو ريسبتورز، لو قال لك قول مثال انت بتقول البين ده اشهر واحد، لكن ممكن في الام اس كيو يديك حاجه من السته دول، رافيني وميركلز بوزيشن ومصل سبندل والبارو والكيمو ريسبتور، دول سلولي ادابتنج. طيب رابيدلي او فيزيك ريسبتور زي مين؟ الاكزامبل زي التاتش، اسهل مثال. ده هنا بالعكس، انت لو حاسس التاتش هيبقى ديستربنج. تخيل لو انت لابس حاسس ملابسك الداخليه لازقه فيك، بالعكس هتبقى ديستربنج، فعشان كده ما بنحسهاش. وقلت قالها فؤاد المهندس في المسرحيه بتاعت سيدتي الجميله، بلطو وجاكيت وكرافطه وقميص ست زرايق، وازاي ما درتش، ما دراش ان الفانيلا بتاعته اتشالت. واقولها لك من الحياه يا اولاد، ساعات نبقى لابسين الساعه، لابسين حاجه على راسنا بندور عليها، لان التاتش بيحصل خلاص نسيت، مش حاسس اني لابس، من الحياه. انما في سؤال مهم جدا هنا في الام اس كيو، هيقول لك ان في حاجات ثانيه زي اهم ادينا مدين اربعه هنا، زي الباسينيان كورباسلز والمايسنرز كورباسل، هما كانوا بتوع الفايبريشن، دي كانت الفاست ودي كانت سلو فايبريشن، خلاص. زي الريت اوف موفمنتس، طول عمري بحفظها بطريقه حلوه، الريت اوف موفمنتس مش الموفمنتس، مش البوزيشن، الموفمنتس والبوزيشن سلولي ادابتنج، انما الريت اشوف مين هيفتكرها المحاضره الجايه باذن الله، هو ده اللي رابيدلي ادابتنج. في البوزيشن والموفمنتس والريت اوف موفمنتس، الريت اوف موفمنتس هو اللي رابيدلي ادابتنج. والريسبتور بتاعه السيمي سيركل كانالز بتاعه الفيستيبيول بتاعه الاذن الداخليه اللي بتحس الدوران، وديك مثال انها رابيدلي ادابتنج. حضرتك دلوقتي وانا قاعدين بنركب الكره الارضيه اللي هي بتدور بسرعه رهيبه، ومع ذلك مش حاسين بدوران الارض، ليه؟ لان السيمي سيركولار كانالز ادابت، والا كانت تبقى كارثه ان احنا نحس الارض بتلف بالسرعه الرهيبه دي. فالسيمي سيركولار سيركولار بتاعه الدوران دوران دوران دي رابيدلي ادابت، وده من رائع الخلق، الريت اوف موفمنتس رابيدلي ادابت. لو حط لك وقال لك اختار اكتر ريسبتور رابيدلي ادابتنج، كل اجابات صح اهي باللون الاحمر، باسينيان كورباسل. لان انا قلت الباسينيان بتستجيب لفايبريشن كام في الثانيه؟ في الثانيه 500. يعني صار يعني لازم الاستيمولس يبقى سريع جدا عشان تدي استجابه، 500 في الثانيه، لو بطا يحصل له ادابتيشن. فلو قال لك اختار مين رابيدلي ادابتنج ريسبتور، كلهم صح باسينيا، لكن ممكن يجيب لك بقى التاتش، الباسينيا، المايسنر، الريت اوف موفمنتس، الريسبتور بتاع السي بي سيكولار كانال، كل ده رابيدلي ادابتنج. طب مين مودريت لادابتنج؟ احسن مثال يا اولاد عندنا اللي هو تمبريتشر، ان الواحد بيادابت مع البرد وبيادابت مع الحر شويه، بعد شويه يلاقي نفسه ادابته، دي من نعم ربنا عليه، بس مودريت لادابتنج. لان طبعا ممكن البرد القارس والسخونه الزايده شويه، بقول السخونه مش بين، تبقى مضره، فعشان كده ربنا خلاها مودريت لادابتنج. وحتى كنت بقول ان الـ يعني لان التمبريتشر ليس في قسوه البين ولا هو في نعومه التاتش، فعشان كده مودريت لادابتنج، فده تبقى عارف. طب هنا بقى سؤال مهم، السمال والتيست. انت بتحط برفيوم، اول ما تحطه تبقى شامه حاجه جميله جدا، بعد دقائق انت
الناس تشم البرفيوم بتاعك لما تقابلهم، لان لسه ما حصلهمش ادابتيشن. اللي قبلك يقول لك البرفيوم بتاعتك حلوه قوي، الرائحه بتاعتك حلوه، انما انت حصل لك ادابتيشن، ودي برضو من نعم الله. ان ساعات تدخل مكان كريه الرائحه وتبقى متضايق، بعد شويه تقدر لو اضطريت تقعد معاهم خلاص بتاخد عليها. يبقى ده ال ديفينيشن وقلنا التايبس. نيجي الكوز بقى، النقطه الثالثه والاخيره، او الميكانيزم اوف ادابتيشن. كانوا زمان يا ولاد بيعلمونا ان في طريقه معينه بيادبت بيها كل الريسبتورز. طبعا اتضح ان الكلام ده خطا. ايتش ريسبتور ادابتس ان اتس اون واي. عشان كده هدي مثالين، الرودز والكونز بتوع اللايت. هناخد حاجه في السبيشال سنس اسمها دارك ادابتيشن، يعني واحد اما الدنيا بتظلم ويدخل بيقدر بعد شويه الرؤيه بتتحسن. تدخل السينما وهي ضلمه بتبقى مش شايف في الاول، بعد شويه بتقدر تتعامل مع الموقف. وفي لايت ادابتيشن هنا بيحصل ازاي؟ بانه بنغير الكونسنتريشن اوف فوتوسنسيف بيجمنتس. في الدارك بنبيلد اب الفوتوسنسيف بيجمنتس، في اللايت بيبريك داون الفوتوسنسيف بيجمنتس. يبقى الرودز والكونز بتادابت باي تشينجينج الكونسنتريشن اوف فوتوسنسيف بيجمنتس. وان كان يا اولاد هنا تو بي اونست ويز يو، المثال ده ما بنقولوش في نورث امريكا، لانه بس مش عاوز ادخل في الحته دي، او ما هوش متداخل قوي مع الادابتيشن اللي بنقصده. لكن تعالى ناخد الميكانو ريسبتورز. عندها تو ميكانيزمز تو ادابت. لما حضرتك بتضغط على الباسينيان كورباسل خلاص بتستجيب، بتحس ان في ضغطه، بعد شويه الاحساس بيضيع، بيحصل ادابتيشن. ليه بقى؟ الريسبتور بيعدل شكله، بيحصل ريموديلنج للريسبتور، ري ادجستمنت اوف ريسبتور ستراكشر، لانه جوه الريسبتور فيه فلويد، فالفلويد اللي جوه الباسينيان كورباسل بيعيد توزيع نفسه، زي ما بالونه تضغط عليها بصبعك تلاقيها كده طورت روحها وبعدت عن مكان الاستيمولس واعتدلت مره اخرى. يبقى الميكانو ريسبتور بتادابت ازاي؟ باي ريموديلنج او ري ادجستمنت اوف ريسبتور ستراكشر. في طريقه ثانيه، حضرتك اول ما بتدي ستيمولس بيحصل كهرباء ازاي؟ عن طريق ان بيدخل الصوديوم من خلال فولتج جيتد صوديوم شانل. طب لو الستيمولس ما زال موجود، الستيمولس موجود اه، تعالى اوريها لك. في الفولتج جيتد صوديوم شانل انت اديت ستيمولس، فتح الاوتر جيت، دخل الصوديوم، وبعدين برغم ان الستيمولس موجود قفل الانر جيت. حتى كنا سمينا الانر جيت ان اكتيفيتد جيت، الانر جيت هي الان اكتيفيت. يبقى الستيمولس موجود بس الصوديوم شانلز حصل لها ان اكتيفيشن. يبقى الصوديوم شانلز اللي موجوده في الريسبتور واللي موجوده في التيرمينال اند اوف ذا نير فايبرز بيحصل لها ان اكتيفيشن. يبقى الميكانو ريسبتور بيادابت بطريقتين، ان هو بيحصل ريموديلنج او ري ادجستمنت اوف ريسبتور ستراكشر بسبب الفلويد اللي جواها، زي بالونه منفوخه هواء، هي عباره عن بالونه منفوخه ميه بتكور روحها وتعدل نفسها. والان اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز. يبقى ايتش ريسبتور ادابتس ان اتس اون واي. في بعض الجامعات بيسالوا سؤال وبيجي في الام اس كيو، هل الادابتيشن ان ريسبتور قلل الكهرباء الامبليتيود، امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال، وقلل الفريكونسي، الفريكونسي اكثر بوتنشال لانه تعب؟ اهم حاجه تقول هنا ان الادابتيشن از نوت ريليتد، از نوت ديو تو فاتيج، مش سببها الفاتيج. ساعات بعض الناس تغلس عليك وتقول لك طب اثبت انها مالهاش علاقه بالفاتيج. تخيل عضله تعبانه وريسبتور ادابت. لو انت بتشتغل في العمل على عضله تعبانه، العضله تعبت، تقدر تيجي تكمل عليها تجربه ثانيه ورا زميلك؟ لا. يبقى الريكفري في الفاتيج از سلو وانكمبليت. الفاتيج الريكفري سلو انكمبليت. لكن لو انت لابس الساعه مش حاسسها، قلعتها ورجعت ايميديتلي لبستها تاني، يعود الاحساس كاملا مظبوط. يبقى الريكفري في الادابتيشن از رابيد اند كومبليت. ادي اول فرق. طب تاني فرق، ان الفاتيج يا اولاد بيتاثر بنقص الاوكسجين، يعني الهايبوكسيا بتاكسلريت الريت اوف فاتيج، بتسرع التعب، انما الهايبوكسيا does not affect الادابتيشن. وطبعا الميكانيزم مختلف. احنا قلنا هنا الميكانيزمز، روح بقى دور على الميكانيزمز اوف فاتيج بقى.
كنا قلنا من اول بقى ان خلص الكيميكال ترانسميتر والجمع وخلصت الانرجي برودوسينج سابستانس والاكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد والكلام ده كله ميكانيزم مختلف. دي في بعض الجامعات قليل بيسالوها. اهم حاجه تبقى عارف انه الادابتيشن از نوت ديو تو فاتيج. يبقى نقولها تاني في عجاله. لو جالي سؤال ادابتيشن هجاوبه في ثلاث نقاط. الديفينيشن فاكرينها؟ اتيد ديكلاين في شيئين، امبليتيود وريسبتور بوتنشال، فريكوانسي واكشن بوتنشال ويز كونستانت انتنسيتي تو ستيمولس. طب النقطه الثانيه التايبس، بنقسم الريسبتورز حسب ريت اوف ادابتيشن لثلاث انواع. ستاتيك اللي فين السؤال بقى في الام اس كيو، دي السلو اللي هي يسموها ستاتيك او تونيك، واحسن مثال بين. وبعدين رابيد اللي يسموها فيزيك، واحسن مثال تاتش الباسينيان كوباس العوجي التحديد. وبعدين مودريت الادابتنج، واحسن مثال التمبرتشر. لكن انت تقراها كامله بس بجمع لك. طب والنقطه الثالثه والاخيره الكوز او الميكانيزمز. Each receptor adapts in its own way. والأهم هو الميكانو ريسبتورز. بتري ادجاست شكل ريسبتور والسوديوم شانل بيحصل لها ان اكتيفيشن. واوعى تنسى الادابتيشن از نوت ديو تو فاتيج. لانه الادابتيشن ريكفري از رابيد كومبليت، الفاتيج لا، ما اقدرش اشتغل على العضله على طول بعد ما زميلي يخلص التجربه. از سلو انكومبليت. الادابتيشن لا يتاثر بنقص الاوكسجين بالهايبوكسيا، لما الفاتيج اكسلريتد بالهايبوكسيا. الميكانيزم مختلف. اخر حاجه عندنا يا اولاد بقى التفصيله الاخيره اللي هي سنسوري كود. سنسوري كود خاصيه رقم 4، قلنا الريسبتور اتكلمنا عليها في 4 نقاط: ديفينيشن، فانكشنز، كلاسيفيكيشنز، بروبرتيز. البروبرتيز هم 4، كانوا 4 اخرهم السنسوري كود. حب نظام قوي. اولا نفهم على راي سعيد صالح فين السؤال، يعني ايه سنسوري كود، يعني ايه شفره الاحساس، يعني فين السؤال عشان نفهم الاجابه الاول. تعال اقول لك هنا. لو انا عملت ستيميليشن للفري نيرف اندنجز، قرصتك شغلت الفري نيرف اندنج ساعه البين، هتحس بين. لكن لو انا ضغطت على ايدك هتحس دي بريشر باسينيا. لو عملت ستيميليشن للتمبرتشر ريسبتورز كولد، تحس كولد ويل، حراره تحس حراره. برغم خد بالك ان في النهايه اللي بيوصل السيريبرال كورتكس نفس الشيء هو الاكشن بوتنشال. فازاي السيريبرال كورتكس تمكنت من تمييز نوع الاحساس؟ افهم السؤال. برغم ان اللي بيوصلها ايا كان المؤثر هو نفس الشيء، ده سيم اكشن بوتنشال، فبيوصل نفس الحاجه اللي هي الاكشن بوتنشال، ولكن تبقى الكورتكس قادره على تمييز البين من البريشر، من الكول، من الهوت اند سو اون. يبقى قادره على تمييز التايب اوف سنسيشن. حتى بيقولوها موداليتي. ما هو موديل يعني النوع، واقول لك ليه قالوها موداليتي؟ لان هم بيحبوا السجع في الكلام. قرصتك في ايدك قلت لي اه دي قرصه محتمله، قرصتك اكتر دي قرصه غير محتمله. يبقى السيبا كورتكس قادره تميز الانتنستي، شده الاحساس، برغم ان اللي بيوصل ذا سيم اكشن بوتنشال. خلاص. اقرصك في ايدك تقول ده بين من ايدي، اقرصك في رجلك تقول ده بين من رجلي. يبقى السيربال كورتكس مش بس بتميز الموداليتي والانتنسيتي، بتميز اللوكاليتي، ان ده بين من القدم وده بين من اليد، برغم ان اللي بيوصل ده سيم اكشن بوتنشال. فيبقى انت فهمت الفكره، ازاي بيوصل للكورتكس يصل نفس الشيء، ولكن تبقى الكورتكس من هذا الشيء الواحد قادره على تمييز ثلاث حاجات: موداليتي اللي هي النوع، انتنستي اللي هي الشده، لوكاليتي اللي هو المكان. وفهمت ليه قالوها بقى موداليتي مش تايب؟ ما هو الموداليتي هي التايب، عشان تبقى يحبوا السجع، يحبوا موسيقى كلام العلماء. يبقى السنسوري كود it is the ability of the central nervous system to recognize. قولها بقى السجع. The ability of the central nervous system to recognize modality, intensity, locality of sensations despite the arrival of the same action potential. يبقى ده الديفينيشن. الability to recognize التلاتة دول برغم وصول حاجة واحدة. The same action potential.
يبقى الطالب ذكي قال يبقى هنا السؤال لازم بقى تجاوب لنا ثلاث حتت، ازاي هي بتميز المودالتي، وازاي بتميز الانتنسيتي، وازاي بتميز اللوكاليتي. السؤال انقسم لثلاثة، كيف نميز الموداليتي؟ الإجابة بكلمة واحدة، سبيسيفيستي، بالتخصص. ما ينفعش نميز الموداليتي غير بالتخصص، بمعنى ان ربنا سبحان الله خلى باثوي واحد للإحساس الواحد بالبلدي كده، يعني كل باثوي، كل مسار مخصص تخصصا مطلقا في إحساس واحد، فأي كهربا تلعب في الباثوي ده تبقى بين، أي كهربا تلعب في الباثوي ده تبقى بريشر. ما هو ما بيقولش غير حاجة واحدة، قلت لك حل المشكلة أن لا إن ما يبقاش في مشكلة. لو كان الباثوي ينقل إحساسين، طب إمتى أحس ده وإمتى أحس ده؟ محال، هحلها إزاي؟ فحل المشكلة أن لا تكون هناك مشكلة، إن التخصص المطلق الباثوي الواحد يدي إحساس واحد، فأي كهرباء تلعب فيه تدي نفس الإحساس. طب هنا هنقولها بقى في أربع نقاط من تحت لفوق عشان ما تنساش كطريقات، يبقى ترتيب مكاني هنا. أول حاجة خدنا الأديكوت ستيمولس، بس قلنا هنا التخصص نسبي، إن كل ريسبتور له أديكوت ستيمولس. طاقم نمرة 2 للريسبتور، كنا قلنا المولرز لو، فاكر؟ الريسبتور الواحد يعطي إحساسا واحدا وإن اختلف المؤثر. Each receptor gives rise to one sensation irrespective of the method of stimulation. نيجي أهم واحدة بقى عندنا، الليبل بلايند برينسيبل، إن الباثوي كله بتاع باثوي واحد، هذا اللاين بيفوت إحساس واحد، ليبل لاين برينسيبل. ليبل أنتوا عارفينها يا أولاد، عارف لما أروح أشتري قميص أو كرافطة بيبقى عليها ليبل كده مكتوب عليه السعر والمقاس والحاجات دي، ليبل يعني محطوط عليها متعلم. فهذا اللاين، هذا الخط متعلم لإحساس واحد، ليبل بلايند برينسيبل، ده بتاع البين بس، أي كهرباء تمشي هتحس بين، يبقى ليبل بلايند برينسيبل. نمرة 4، ودي بقى قلت لك بقى على حسب روجرز بيري دي الأهم، اللي هو سبيسيفيك سنتر، إن الموضوع في الآخر بيعتمد على الإكسبيرينس بتاع السنتر. لما وريها لنا الكورتكس اليمين بيقول ان اللي داخل عليك اللي بيشوف في حاله الضفدعه بيقول ان الحاجه جايه من ناحيه اليمين، حتى لما تركب له العصب بتاع العين الشمال في الكورتكس اليمين والحاجه تبقى شايفها بالعين الشمال جايه من الشمال يعتقد انها جايه من اليمين. فده اهمهم على الاطلاق، بس ما تقولوش هذا الكلام، انا بقوله للزملاء الاصغر سنا عشان ما تلخبطوش الناس. يبقى منتهى التخصص، وهتقولها في كام نقطه؟ في 4 اهو يا اولاد، اهي شايف 4. ازاي تفتكرهم؟ ترتيب مكاني، اديكوت ستيمولس، وبعدين مولرز لو اللي هو اللو اوف سبيسيفيك نيرف انرجي، وبعدين ليبل بلايند برينسيبل دي بيحبوها قوي وهي مهمه جدا، وبعدين سبيسيفيك سنتر. يبقى تمييز الموداليتي بالتخصص، الباث بقولها في عربياتنا بسهوله شديده، الباثوي الواحد مخصص لإحساس واحد، فأي كهربا تمشي فيه وأيا كان نوع المؤثر ما تديش غير الإحساس ده. طيب، وقلنا أهمها في السنتر إكسبيرينس، هي الأكشن بتنشر اللي جاي، يبقى الحاجة جاية مين، توصلها بالعصب اليمين، توصلها بالأوبتيك نيرف الشمال، يبقى هي جاية مين. سبيل تسمع عنه، هحكي قصص جميلة مش موجودة غير في محاضرات عبد الله عن سبيريو والنوبل اللي خدها في 1981. سبيريو خلاص، فده كانت حاجة جميلة. طيب نيجي الانتنستي، دي سهلة أوي، ازاي بحس ان المؤثر اقوى؟ سهلة جدا،
المؤثر الاقوى بيشغل عدد اكبر من ريسبتور، بيزود النمبر اوف اكتيفيتد ريسبتورز، وقلناها واحنا بنشرح، وبيزود الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز جينيريتد فروم ذا سيم ريسبتور. انا بحب اقولها بطريقه شرح طفولي يا اولاد، يعني المؤثر الاقوى بالبلدي كده ازاي بنحسه اقوى؟ بيشغل ريسبتور اكتر، نمره واحد، وكل ريسبتور كل ريسبتور على حده يعطي عدد اكتر، عدد اكتر من اكشن بوتنشلز. طالب قال لي لا سهل لنا اكتر، عندك طريقه؟ قلت له عندي الطريقه. بص يا اولاد، انا عاوز ازود الانتاج الزراعي في بلد معينه، عاوز ازود الانتاج الزراعي، في طريقتين. ان انا التوسع الافقي ازود الرقعه المنزرعه، عدد الفدادين اللي بزرعها فيبقى الانتاج اكتر، او نفس الفدان ازرعه بدل مره في السنه مرتين او ثلاثه، يبقى ده يسموه توسع راسي. يبقى في الدنيا الزياده بتتم بطريقتين، حتى الكلام هو بسيط ملوش دعوه بالفسيولوجي، يا توسع افقي يا توسع راسي. طب ما نفس الفكره، الكمال لله وحده، ربنا هو اللي معلمنا. فربنا لما ناخد ستيمولس اقوى يعمل حاجتين، يزود عدد الريسبتور ستيميليتد، ده التوسع الافقي، وكل ريسبتور يدي عدد اكتر من الاكشن بوتنشال، ما هو ده التوسع الراسي. يبقى عمرك ما هتنساها، الاحساس الاقوى مرتبط بشيئين، توسع افقي نزود النمبر اوف اكتيفيتد ريسبتورز، وتوسع راسي الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشالز جينيريتد فروم ذا سيم ريسبتور. مش كده يا ولاد؟ طيب عدد الاكشن بوتنشال ده بيتبع قانونين، ده بقى مهم جدا في الام اس كيو. لو الاستيمولس اوف هاي انتنسيتي بيتزايد لملايين المرات في شدتي كما الصوت، الطاقه في صوتي اللي هو جاست اودبل يا دوبك مسموع، يا دوبك مسموع، الى صوتي اللي هو الحياني مش هوريهولك لما اصرخ بصوت عالي جدا، بيزيد ملايين المرات. فعشان اسمع اقوى كان مفروض عدد الاكشن بوتنشال تزيد ملايين المرات، لكن قلنا ده مش ممكن يا اولاد. ليه؟ لان عدد الاكشن بوتنشال اللي ممكن تطلع في العصب الواحد محدود. محدود ليه؟ ما اقدرش اطلع اي عدد من الاكشن بوتنشال في النيرف فايبر، لان في حاجه اسمها ابسولوت ريفاكتور بيريود، لازم ادي ستيمولس واستنى لما الابسولوت ريفاكتور بيريود تخلص قبل ما ادي سكند ستيمولس عشان اطلع سكند اكشن بوتنشال. لان لو اديت ستيمولس في اثناء الابسولوت ريفاكتور بيريود مش هيحصل استجابه. كام الجديد؟ الجديد خالص بقى، قال لك اقصر ابسولوت ريفراكتوري بيريود دلوقتي مدتها 1 على 2500 من الثانيه، وعليه لازم تستنى 1 على 2500 من الثانيه قبل ما تدي سكند ستيمولس، وعليه بقى اكبر عدد من الاكشن بوتنشال في الثانيه. الكلام الجديد 2500 اكشن بوتنشال في الثانيه. يبقى عندي اشكاليه ان الصوت ممكن يزيد ملايين المرات، بينما الريسبتور والفايبر ما يقدرش يزود اكتر من في احسن عصر 2500 مره في الثانيه، بسبب ان اقصر ابسوليوت ريفراكتور بيريود في احسن عصب، في ادخل عصب 1 على 2500. في مشكله، انا المفروض كل ما الصوت يزيد اسمع اقوى، اطلع عدد اكتر من اكشن بوتنشال. طب طلع عدد اكتر، بس ما حدش قال تطلع عدد متناسب تماما مع زياده في شده الاستيمولس. لما ده يزيد 1000 مره زود الاكشن بوتنشال، بس ما تزودهاش 1000 مره، اضغط ال1000 ده في صوره 3. لما يزيد 10000 مره زودها يا سيدي عشان تسمع اكتر، اضغطها في صوره زياده 4 مرات، 100000 مره 5 مرات. ده الكمبريسور فانكشن ريسبتور اللي عمله اسمع دي كويس، ربنا وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله، بكتب عليها مقالات. واحد بيقول لي هتنتهي من امتى؟ قلت له انا لا اعتقد ان هنتهي منها اطلاقا قبل نهايه العمر، لانها فوق ما تتصور. فاللي عمل الخاصيه دي ان الاستيمولس يجيب ملايين المرات والريسبتور يبعت عدد اكتر اكشن بوتنشال، مش متناسب بالظبط، مضغوط كومبريسور فانكشن. ربنا مين اللي اكتشفها مش عملها، تلخبطش. فيبر وفيشنر اثنين المان، فحطوها في قانون اسمه فيبر فيشنر لو،
فقالوا ايه بقى؟ ان الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز، عدد الاكشن بوتنشال يتناسب مش دايركتلي مع الانتنسيتي والستيمولس، انما مع اللوغاريتم الانتنسيتي والستيمولس. واحد يقول اشرح لي ده، يعني لو الستيمولس زاد 1000 مره هيزيد الفريكوانسي، بس مش بزياده الانتنسيتي، لوغاريتم ال1000 اللي هو 3 هتزيد 3 مرات. لو زاد 10000 مرة الفريكونسي دي 4، 100000 يبقى 5. طالب قال لي طب ممكن تشرح لنا اللوغاريتمات؟ قلت له قوي قوي اشرح لك اللوغاريتمات، مفيش أي مشكلة في شرح اللوغاريتمات، تعال نشرح اللوغاريتمات كده شوية. بصوا يا لما أقول لك نشرح رياضة كده في بساطة، قول لي لوغاريتم 1000، الصحيح أقول لك log 1000 to the base 10، لوغاريتم 1000 للقاعدة 10. ده معناه ايه الكلام ده؟ يعني 10 تضربها في روحها كم مرة عشان تبقى 1000؟ 10 اضربها في روحها 3 مرات عشان تبقى 1000. فقالوا يبقى لوغاريتم 1000 to the base 10 هو 10. يبقى ما هو اللوغاريتم؟ بشرح رياضة اهو، ماليش دعوة سيبت الفسيولوجي. يبقى هو الباور، الأس بالعربي، اللي يرفع عليه البيز اللي هي 10 للحصول على العدد. العدد 1000، لوغاريتم 1000 تو ذا بيز 10، يعني البيز ده يتضرب في نفسه كم مره، الباور بتاعته كم مره عشان يبقى 1000، هو ده اللوغاريتم. يبقى الباور اللي ترفع ليها البيز للحصول على الرقم. اتفق في الرياضه، في الرياضه بشرح رياضه مش فيسيولوجي، لما اقول لك لوغاريتم 1000 واسكت ما اقولش البيز، مفروض اقول البيز، نعتبر البيز 10، لان ممكن اقول لك لوغاريتم مليون مثلا تو ذا بيز 100، 100 تضرب في روحها كم مره عشان تبقى مليون؟ 3 مرات. انما تو ذا بيز 10 تضرب في روحها 6 مرات. يبقى مفروض اقول البيز، لما ما اقولش البيز، وده الاغلب وده الاغلب، نعتبر البيز 10. فما يقول لك لوغاريتم 1000 كام، انت تكملها في دماغك، لوغاريتم 1000 انت تكملها تو ذا بيز 10، هو ما قالش البيز، يبقى انت اعتبرت 10 دي اضربها في روحها كام مره عشان تبقى 1000؟ 3 مرات. يبقى لوغاريتم 1000 3. مليون لما ما يقولش البيز يبقى اعتبره 10، 10 اضربها في روحها كام مره عشان تبقى مليون؟ 6. حتى انا قلتها بطريقه جميله للطلبه يا اولاد، ان في حدود الطب، في حدود المسائل اللي بتجي لنا، تملي اللوغاريتم بتاع الرقم هو عدد الاصفار اللي فيه. فما يقول لك 1000 اللوغاريتم بتاعه كام؟ فيها كام صفر؟ 3. مليون فيها كام صفر؟ 6. 100000 فيها 5. 10000 فيها 4. واحد قال لي هجيبها لي ازاي في الام اس كيو؟ يقول لك according to the Weber Fischner law، حسب Weber Fischner، if the intensity of the stimulus is increased 10,000 times، زاد قوة المؤثر 10 مرة، the frequency of action potential will increase. اختار بقى 1 2 3 4، هم 4 مرات، لان ال 10000 فيها 4 اصفار. اظن سهل يا ولاد. يبقى فيبر فيشنر بيجي سؤال ام اس كيو، بيجي سؤال شافوي، بيقول ان الفريكوانسي لا تتناسب مع الانتنسيتي، انما تتناسب مع، فين الكلمه؟ افتح ودنك، log intensity of the stimulus. The frequency of action potentials is directly proportional to the log intensity of the stimulus، اللي هو عدد الأصفار. ولا يطبق الفيبر فيشنر إلا لو كان الستيمولس بيتزايد زيادة رهيبة of high intensity. فمحتاجين لطالب ذكي ضغط رهيب رهيب في عدد الأكشن بوتنشال. أكتر حاجة تصغر الحاجة الكبيرة أوي 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 هي لوغاريتم، لان الالف بيبقوا 3، والعشر تلاف 4، والمليون 6. انما في بقيه الاحساسات اللي ما بتوصلش هاي انتنسيتي بنطبق قاعده اخرى اسمها ستيفن باور برينسبل، ان 100% السنسيشن فيلت باي ريسبتور، الاحساس لازم يتناسب مع الاستيمولس اهو. بس في الستيفن باور برينسيبل حط وضع ثابتين، كي قبل الاس اللي هو قوه المؤثر،
وايه اللي هي الباور اوف اس، فده يسموه ستيفن باور برنسبل. يبقى ستيفن باور برنسبلز تطبق في كل الاحساسات، لكن لما يبقى الاحساس اوف هاي انتنسيتي، اوف هاي انتنسيتي ده اكسبشن، نطبق الفيبر فيشنال لو. وهم بيشرحها ان عدد الاكشن بوتنشلز لا يتناسب مع شده المؤثر تم ضغطه، فده كان الوظيفه الرابعه اللي خدناها في الريسبتور اللي اسمها يا اولاد كومبريشن فانكشن ريسبتور. طيب نيجي للنقطه الرابعه اللي هي لوكاليتي. ازاي بنميز اللوكاليتي؟ بنميز اللوكاليتي بحاجه اسمها البروجكشن، وانا معجب بكلمه البروجكشن واشرحها في اوانيها. اللي بيقول لك ان كل حته في جسمك each body part ممثل في مكان معين في الكورتكس، represented في حته معينه في الكورتكس، خلاص. فلما الامبلس بيوصل الحته دي ما تحسش الاحساس فوق، ولا كانت تبقى كارثه. وشرحت الفكره، لو انا برغوث قرصني في دراعي، برغوث قرصني هنا، فطلع اكشن بوتنشال لحد الحته اللي ممثل فيها الريسبتور ده هنا وخلاص وقف. تخيل انا حسيت الاحساس هنا، يبقى قرش هنا والريسبتور هنا، تبقى مسخره. فربنا خلى الاحساس يرد بالخيال، بروجكشن، يبقى بروجكتد على موضع الريسبتور اللي هو هنسميها الريسبتيف اريا صح. حتى في بعض الزملاء قلت بيسالوها، يقول لك ترى بعد ما الكهرباء تطلع الكهرباء ترجع عشان خاطر تحسها هنا. ترجع ازاي يا اولاد؟ ده الكهرباء مرت في اربعه سينابسز، واول قاعده، اول قاعده في السيناب كانت الفورورد دايركشن، اللي بيمشي ما بيرجعش. ده خيال، لان انا قلنا ان سبيري قال كل حاجه في الكورتكس، الاكسبيرينس دي في الكورتكس، ان انا عارف لما الكهرباء توصل الحته دي يبقى جاء من هنا، فحس الالم هنا، ودي حاجه رائعه، فهرش في المكان الصح. حتى انا معجب بكلمه بروجكشن. ليه؟ يعني اختيار الاوثر لكلمه بروجكشن اعجاب رائع، يعني معجب بيه جدا. لان فكره بروجيكتور انا حاطط الصوره هنا اهي، لكن بعرضها في مكان اخر او حاط، يبقى الحقيقه هنا لكن العرض في مكان تاني. طب هو ده اللي حاصل، الكهرباء انتهت هنا لكن بعرضها في مكان اخر. فكره بروجكشن يعني ال ريبريزنتيف اريا بتبروجكت السنسيشن، بتبروجكت، عشان كده يسموها بروجكشن، تو ذا ريسبتيف اريا اللي هي الاريا اللي فيها الريسبتور. ليه تعبير ريسبتيف فيلد احسن من كلمه ريسبتور؟ اولا نعرف ايه هو ريسبتور فيلد. كل اكسون يا اولاد فيه كذا ريسبتور، او كل دندرايت، اسف، كل دندرايت عندها كذا ريسبتور، خلاص. الريسبتور ده رايح لخليه واحده، يبقى الريسبتيف فيلد بتاع النيورون ده، السنسوري سيل ده الريسبتيف فيلد، حتى يسموها سنسوري يونت. يبقى السنسوري يونت بتتكون من ايه؟ تتكون من ميني ريسبتورز، ميني ريسبتور متصله بوان فايبر ورايحه لوان سنسوري سيل، فده يسموه الريسبتيف فيلد. فاي كهرباء جايه من هنا بتتحس في الفيلد مش في ريسبتور واحد. وطبعا كل ما كان الفيلد واسع يبقى الاحساس مش حلو، مش ويل لوكالايز، كل ما كان الريسبتور صغير يبقى ويل لوكالايز. طيب خد بالك ليه انا ركزت؟ لان ممكن ادي سنسوري سيلز اهي، وسنسوري سيلز وسنسوري سيلز يتجمعوا تاني في وان كورتيكال سيل، لان في كونفرجنس في السي ان اس. فيبقى لطالب ذكي يبقى الكورتيكال سنسوري سيل دي متصله بكذا سنسوري سيلز تحت في السبان كور، كل واحده متصله بكذا ريسبتورز، يبقى الريسبتيف فيلد بتاع الكورتيكال سيل هو مجموع الريسبتيف فيلدز بتاعه السنسوري سيلز المتصله بيها. هو ده الاهم، لانك لما توصل هنا بتحسها في الريسبتيف فيلد، ما تقدرش تحدد ريسبتور بذاته. وقلت كلما كان الريسبتيف فيلد اصغر يبقى الاحساس ادق، الريسبتور فيلد اوسع، الريسبتورز كتيره قوي اللي متصله بوان سيل، يبقى هتحس في مسافه كبيره، يبقى ويل بورلي لوكالايز مش ويل لوكالايز. يبقى كيف نميز البروجكشن يا اولاد؟ البروجكشن كالاتي:
هنقول ان each body part عنده representative area. كل body parts عنده representative area. الimpulses من كل area خلاص الimpulses اللي بتوصل الاريا دي فوق في الكورتكس السنسيشن بيبقى projected على receptive field. طيب receptive field ده ايه قلنا؟ اللي هو لو خدنا sensory cell اللي هي عبارة عن sensory unit sensory cell والفايبر والبرانشز بتاعتها ومجموعة receptors projection. وعلى الإيه إثبات لطيف قوي يا ولاد، ظاهرة اسمها الفانتوم ليم أحب أحكيها لكم. عجالة في فترة اشتغلت في عجالة اسمعوها في المحاضرات الأساسية في معهد السرطان، فعان عنده كانسر في دراعه وعنده كانسر في رجله ما عرفش هنشيله ولا لا، يعني ما قلناش عن خدنا الموافقة بس بعدها. المهم اضطرينا نشيل رجله مثلا، يبقى قطعنا رجله والعم ما عرفش رجع ما عرفش ان رجله مش موجود ونام اتغطى في اريتيشن مكان القطع تحت خيطنا بتاع في اريتيشن، فالاكشن بتنشل طالع من رجله وصل لهنا، هل هو بيحس الاحساس هنا؟ بيرد الاحساس بالخيال بيعمله بروجكشن على رجله. فاول يوم لما نيجي لعنه نقول له اخبارك ايه يا عم، يقول لي لسه ما حدش قال له ان رجله اتقطعت اتشال، رجله وجعاني قوي يا دكتور، ما فيش رجله خالص، بس سموها فانتوم ليم، الرجل الشبح فانتوم ليم ده ما فيش رجل خالص، وده يؤكد الموضوع بروجكشن. طب بعد يقول لي طب بعد كده العيان ده هيعمل ايه؟ هيقعد طول النهار يحس في رجله؟ لا، بيعدل الاحساس ما اكسبيرينس خبره، يقول ان الاستامب الحته اللي هي فيها الخيط الجديده هي اللي فيها الالم، يبقى ده اسمه فانتوم ليم. يبقى بنميز اللوكاليتي ازاي يا اولاد؟ بالبروجكشن، ان كل ريسبتيف فيلد، وقلنا ايه ريسبتيف فيلد ده؟ عباره عن وان سنسوري سيل لها وان فايبر ومجموعه ريسبتور، ده يسموها سنسوري يونت. كل سنسوري يونت اللي هي وان سنسوري سيل وان فايبر جروب اوف ريسبتور يسموها السنسوري يونت. الحته اللي جاي منها ريسبتور دي يسموها ريسبتيف فيلد. وايفن قلت حتى ان كل سنسوري سيلز بيتجمعوا في النهايه ريسبتيف فيلد بتاعتهم في وان كورتيكال سيل بالكونفرجنس، فيبقى الكورتيكال سيل متصله بمجموعه سنسوري سيلز كل واحد عنده ريسبتيف فيلد، المجموعه دي بقى يسموها ريسبتيف فيلد اوف ذيس كورتيكال سيل. فما بيوصل الكهرباء تو ذا كورتيكال سيل السنسيشن از بروجكتد تو ذا ريسبتيف فيلد اوف ذيس كورتيكال سيل بالبروجكشن. دي القطع الرجل والعم ما يعرفش، تيجي تزوره في المستشفى يقول لك يا دكتور رجلي وجعاني ورجله مش موجوده خالص لان هو ما يعرفش، فيسموا هذه الظاهره الفانتوم ليم. طيب نقول تاني في عجاله ونقفل بكده يا اولاد السنسوري كود. يبقى السنسوري كود باي ديفينيشن ات از ابيليتي اوف ذا سنترال نيرفس سيستم تو ريكوجنايز ثلاث حاجات: modality, intensity, and locality, despite the arrival of the same action potential. برغم اللي بيوصلها هو the same action potential. يبقى the ability of the central nervous system to recognize ثلاثة. قولوا معايا: modality, intensity, and locality, despite the arrival of the same action potential. يبقى السؤال انقسم ثلاثة. المودالتي بكلمة واحدة، يلا نحفظها بالتخصص: specificity. هتشرحها بأربع نقط. ان من اول نقطة لاخر نقطة الموضوع فيه تخصص، هذا الباثوي مخصص في هذا الاحساس على وزن هذا الشبل من ذاك الاسد، يعني كل باثوي مخصص في احساس واحد. طب هتفتكروا ازاي الاربعة من تحت لفوق؟ ستيمولس، اديكوت ستيمولس، ريسبتور، مولرز لو او قلناها اللو اوف سبيسيفيك نيرف انرجيز، وبعدين نمرة ثلاثة ليبل بلايند برينسبل، ونوع بعض قلنا هي المهمة حسب روجر سبيري سبيسيفيك سنتر. يبقى بيلي سبيسيفستي. طب الانتنستي ده سترونجر ده ستيمولس، هنعمل توسع افقي نزود النمبر اوف اكتيفيتد ريسبتورز، وتوسع راسي الفريكونسي، فريكونسي اوف اكشن بوتنشالز جنريتد فروم ذا سيم ريسبتور، تبع للقانون 9. القانون الاشمل ستيفن بار برنسبل، ان الاحساس متناسب مع الستيمولس قبليه كونستانت كي وبعديه
كونستنت هو بار ايه. طب لو كانوا هاي انتنسي لا عاوز ضغطه جامده، عاوز اكتر حاجه تصغر هي اللوج، خلي ال 1000 3 وال 10000 4 وال 100000 5 اند سو اون عدد الاصفار، يبقى فيبر فيشنال. ذا فريكوينسي اوف اكشن بوتنشلز از دايركتلي بروبورشن تو ذا، افتح ودنك، لوج 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 انتنسي تو ذا ستيمولس. وقلت تملي اما يجيب لك السؤال هي عدد الاصفار. لوكاليتي كلمه بروجكشن، اه الكهرباء بتوصل فوق لكن الاحساس ما بيبقاش فوق، بتعمل له بروجكشن على الريسبتيف فيلد اللي متصل بيها الكورتيكال سيل. قلت كل كورتيكال سيل متصله بعدد من السنسوري سيلز، كل سنسوري سيل بالاكسون بالريسبتور يسموه ريسبتيف فيلد. يبقى الريسبتيف فيلد بتاع السنسوري سيل صغيره، بتاع الكورتيكال سيل انها بالكونفرجن مجموعه سنسوري سيلز كبيره، فاما توصل للخليه دي تحسها في الريسبتيف فيلد بتاعها اللي هو ايه بتاعها، ده عباره عن ايه مجموعه الريسبتيف فيلد بتاعه السنسوري سيلز المتصله بيها. وعليه كل ما تبقى الريسبتيف فيلد اصغر يبقى الاحساس ادق، اكبر يبقى الاحساس اقل دقه. يبقى هنا ويل لوكالايز، هنا يبقى بولي لوكالايز. واخر الظاهره اللي خدناها يا اولاد اللي هي الفانتوم ليم، ده كانت المحاضره بتاعه السنسوري ريسبتورز. بأشكركم من أجل حسن إنصاتكم وعلى وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم. ولا تنسوا يا أولاد أن المحاضرات دي في الأساس معمولة لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش، وأنا زي ما بقول ما استحق أن يولد من عاشر نفسه. أنا بحاول أتعاون مع حضراتكم، وحضرتكم حضراتكم تتعاونوا مع هؤلاء الأطفال. في أطفال معدمين يا أولاد، أنت بتصار من الرسالة أو المكالمة اللي هتعملها دي ليست ذات بال، لا، البحر عداده من نقاط. مكالمة مع مكالمة مع مكالمة بيصنعوا مبلغ معقول يفيد طفل معدم، وثق أن ربنا يجازيك حسنا على ذلك. ربنا ما بيضيعش أجر من أحسن عملا أبدا، ولا أجر كأس ماء بارد ربنا هيضيعه. فبليز لا تنسوا المحاضرات دي لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. أشكركم وسعدت بلقائكم، وأتمنى لكم التوفيق، وإلى أن نلتقي قريبا بإذن الله. شكراً.